وجه الكوفة هو مما يلي شطها، أما ظهر الكوفة فهو خلفها، ومنه يحشر 70,000 من المؤمنين يدخلون الجنة بغير حساب. وقد اشتراه إبراهيم الخليل عليه السلام، ومن ثم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وبوصية منه دفن فيه. فقد روي أنه لما نظر إلى ظهر الكوفة قال: ما أحسن منظرك وأطيب قعرك، اللهم اجعله قبري. وهو اليوم قد بنيت فيه مدينة عامرة تسمى النجف الأشرف. وقد ورد في رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أن من العلامات التي تسبق الظهور المقدس قتل نفس زكية بظهر الكوفة في 70 من الصالحين. وظهر الكوفة هي مقصد الإمام الحجة عليه السلام، ومكان نزول أنصاره بعد ظهوره في مكة المكرمة. فقد ورد عن الإمام الباقر عليه السلام: إن القائم إذا قام بمكة وأراد أن يتوجه إلى الكوفة نادى مناديه: ألا لا يحمل أحد منكم طعاما ولا شرابا ويحمل حجر موسى بن عمران وهو وقر بعير، فلا ينزل منزلا إلا انبعث عين منه، فمن كان جائعا شبع، ومن كان ظامئا روي، فهو زادهم حتى ينزل النجف من ظهر الكوفة. وأن الله يبعث إليه من أهلها 70,000 صديق فيكونون في أصحابه وأنصاره. وفي رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: كأنني بالقائم عليه السلام على ظهر النجف لابسا درع رسول الله صلى الله عليه وآله فيتقلص عليه، ثم يغشي الدرع بثوب استبرق، ثم يركب فرسا له أبلق بين عينيه شمراخ ينتفض به، لا يبقى أهل بلد إلا أتاهم نور ذلك الشمراخ حتى يكون آية له. معجم الغيبة والظهور.